علي المزروعي from United Arab Emirates, Mr. Ali Shaarawy from Egypt, Mrs. Cristina Valdez from Spain, Mr. Elias Faraj from Kingdom of Bahrain, Mr. Eric Jir from France, Mr. Abdurrauf Abbas from Egypt, Mr. Francesco Santoro from Italy, Mr. Zico Guardia from Brazil, and last but not least, Mr. Scott Benjamin from Canada. Think our judges are ready. Our ringmaster, Dr. Bassem, is ready as well. And we're ready to receive the horses. These horses are taking part in the last competition for today, number 6B, Senior Stallions. إذن آخر الفئات في ثاني أيام بطولة العالم لجمال الخيل العربية من أرض العراقة والأصالة على ضفاف ميناء الدوحة القديم. تختال هذه الفئة الآن استكمالا للفئة السابقة, فئة الأفحل. إذن عقب انتهاء هذه الفئة انتقال جميع المتأهلين والمتأهلات من الفئات السابقة لليوم الأول واليوم الثاني للمنافسة الأقوى والأكثر حماسة إثارة تحدي يوم غد إن شاء الله, منافسة الأبطال وصفوة الجياد العربية الأصيلة. سيقلد وتقلد بالذهب, الفضة, البرونز, وأيضا مصحوبا بلقب بطل العالم, بطلة العالم. إذن منافسة يطمح كل من شارك بها حصد هذه الألقاب تحديدا, فهي لتاريخ الجواد العربي الأصيل سجل به يتميز كل جواد محققا وحاصدا لهذه الألقاب المميزة. إذن نشهد الآن في الميدان صفوة الجيادة العربية الأصيلة باختلاف الشخصية, باختلاف الحضور, باختلاف الهوية العربية الأصيلة, باختلاف الحركة المميزة الراقصة الفاتنة. إذا المنافسة قوية ولكن أيضا الذين لن يحصدوا لقبا سيكونون أيضا سعيدين بمشاهدة هذه الجياد الفاخرة جدا. وساعات قليلة تفصلنا عن المنافسة يوم غد إن شاء الله. بخصوص هالساعات القليلة اللي تفصلنا هتكون ثقيلة على كل مالك ومربي متأهل المنافسة غدا إن شاء الله. نبي نقول لهم شيء, ما تبقى غير ساعات قلائل, ما تبقى غير ساعات قلائل. كل راعي خيل يستعرض بخيله, إن عشقنا ما عشقنا إلا لوايل, وانبطشنا بطشنا ما فيه حيلة, روسنا تقدح سطر والشك زايل, نعتلي صرح الفخر به والوسيلة. عشقنا للخيل ما يبغى دلايل, لجلها كم طاح من فارس قبيلة, يوم كان المجتمع صايل وجايل, ما نعود غير بالقبة الأصيلة,
ما نعود غير بالقبة الأصيلة يوم سادة لمن من بين القبائل. أنت نافس كل يوم وكل ليلة والتنافس بين ماضين الفعايل ما يغير في العلاقات النبيلة. أنا أشهد والثنى منا الكساب الجمايل الرفيق اللي يتميز بين جيله موقفه موقف شرف والراس طايل كل طيب كل مجد ينتمي له. عن سنام المجد عن سنام المجد ما يرضى بدايل ذلل المستعصية والمستحيلة ما يجيب من المهار إلا لصايل ما يجيب من المهار إلا لصايل كل ما اشتد التحدي تستوي له. إذن فعلا المنافسة تشتد واللحظات الحاسمة اقتربت، ولكن الجميل في هذه المنافسة أننا نحظى بكل فخر بإقامة هذه البطولة العالمية على أرض عربية خليجية قطرية. كل التوفيق لجميع المتأهلين للمنافسة يوم غد. Those were all the stallions taking part in the last competition for the senior stallions, 6B, and ready to receive the first one. إذن بانتظار أول الأفحل أمام لجنة التحكيم بالعرض الفردي. نعم في الميدان الآن الفحل رقم 142 ويا هلا.
and ready to receive the next one, please. Number 145. الفحل التالي على أرض الميدان رقم 145. كل التوفيق. Marks for horse number 142. Type. 4 times 19, 18.5. 2 times 19, 2 times 18.5. الهوية العربية للفحل رقم 142. 19 اربع مرات 18 ونصف 19 مرتين 18 ونصف مرتين. Head and neck 19 2 times 18.5 19 2 times 18.5 19 2 times 18.5. الرأس والعنق 19 18 ونصف مرتين 19 18 ونصف مرتين 19 18 ونصف مرتين. Body 17.5 17.5 18 2 times 17.5 18 17.5 18 17.5. الجسم 17 ونصف مرتين 18 17 ونصف مرتين 18 17 ونص 18 17 ونص. Legs 16 2 3 3 times 15 3 times 15.5 and 2 times 16. القوام 16 15 15 15 15 ونص ثلاث مرات 16 16. And for movement 5 times 19.5 19 2 times 19.5 and 19. الحركة 19 ونص خمس مرات 19 19 ونص مرتين 19. The total marks for horse number 142, Dhahab Ajman, owned by Mr. Abdul Hadi Dosari from the state of Qatar, is 90.07. مجموعة النقاط لذهب عجمان لدولة قطر أستاذ عبد الهادي الدوسري بنتيجة 90.07. Thank you. 145. الشكر للفحل والعارض رقم 145. Next one, please. نبي نشوف الفحل التالي الرقم 146. كل التوفيق. 146. Next we have marks for horse number 145. Type 90.5 20 90.5 90.5 20 90.5 20 2 times 90.5. الهوية العربية للفحل رقم 145. نسمع 19 ونصف 20 19 ونصف مرتين 20 19 ونصف 20 19 ونصف مرتين. Head and neck 20 20 19 20 90.5 another 20 90.5 19 19.
الرأس والعنق 20 20 19 20 19 ونص 20 19 ونص 19 19. Body 2 times 18 17 18 18.5 18. 2 times 18.5 18. الجسم 18 مرتين 17 18 18 ونص 18 18 ونص مرتين 18. Legs 50.5 15 16. 2 times 15.5 15 16 15 15. القوائم 15 ونص 15 16 15 ونص مرتين 15 16 15 15. And for movement 19 3 times 19.5. 2 times 19 19.5 20 19. الحركة 19 19 ونص 3 مرات 19 19 19 ونص 20 19. أنس. And the total marks for horse number 145 EKS Mansour, owned by Her Highness Sheikha Iman bint Muhammad Al Thani, is 92. واو. مجموع النقاط للفحل رقم 145 EKS منصور للشيخة إيمان بنت محمد آل ثاني دولة قطر 92 والصدارة حتى الآن. برافو. Thank you 146 and ready to receive the next one. والفحل التالي رقم 147. Here we have number 147. Coming up, marks for horse number 146 for type, 4 times 19.5, 2 times 19, 19.5, 19, 19. الهوية العربية للفحل رقم 146 19 ونصف 4 مرات 19 19 19 ونصف 19 مرتين. Head and neck 19 90.5 19 90.5, 2 times 19 90.5 and 2 times 19. الرأس والعنق 19 19 ونصف 19 19 19 ونصف 19 مرتين 19 ونصف 19 مرتين. For body 18 70.5 18 70.5, 2 times 18 18.5 18 70.5. الجسم 18 17 ونصف 18 17 ونصف 18 مرتين 18 ونصف 18 17 ونصف. Legs 3 times 16 15.5 3 times 16 15 15. القوائم 16 3 مرات 15 ونصف 16 3 مرات 15 مرتين. And for movement 5 times 19 18.5 19 19.5 19. الحركة 19 5 مرات 18 ونصف 19 19 ونصف 19. The total marks for horse number 146 D Dhafer, owned by a Salem stud from state of Qatar, is 91.07. مجموع النقاط للفحل رقم 146 D Dhafer مربط السالم دولة قطر 91.07 المركز الثاني المؤقت. Of course takes the second temporary place. كل الشكر للعارض والفحل رقم 147. Thank you 147. One, two, three. Okay. إذن الفحل التالي في الميدان رقم 148. كل التوفيق. 148.
next we have marks for horse number 147. And we start with type. 3 times 19.5, 5 times 19, 18.5. الهوية العربية للفحل رقم 147 19.5 3 مرات 19 5 مرات 18.5. Head and neck 19, 19.5, 3 times 19, 18.5, 19, 3 times for the rest. الرأس والعنق 19, 19.5, 19 3 مرات 18.5, 19 3 مرات. Body 17.5, 2 times 18, 17.5, 4 times 18, and 17.5. الجسم 17.5, 18 مرتين 17.5, 18 4 مرات 17.5. Legs 15, 14.5, 15.5, 2 times 15, 15.5, and 3 times 15. القوائم 15, 14.5, 15.5, 15 مرتين 15.5, 15 ثلاث مرات. And for movement 19.5, 19.5, 20, 19.5, 20, 19.5, 19, 20, 19. الحركة 19.5 مرتين 20, 19.5, 20, 19.5, 19, 20, 19. Total marks for horse number 147, Sultan al-Shagab, owned by a Duasir stud from state of Qatar, is 90.64. مجموعة النقاط للفحل رقم 147 سلطان الشقب لمربط الدواسر دولة قطر 90.64. And we say goodbye for another beautiful stallion number 148. Thank you. إذن نودع الفحل رقم 148. كلنا والحكام والجمهور ينتظر الفحل القادم. 1, 2, 3. اوكي. الفحل بالعرض الفردي امام لجنة التحكيم الرقم 150. كل التوفيق. هلا. Number 150. Next, our marks for horse number 148. Type 20, 19.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times 20. لا 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 لازم نسمع مجموع. لا. الفحل رقم 148. Excalibur EA. الهوية العربية هلا بالعشرينات 20, 19.5, 20, 20, 20, 20. ناخذ نفس 20, 20, 20. ما شاء الله. Head and neck 19.5, 20, 4 times 19.5, 20, and 2 times 19.5. الرأس والعنق 19.5, 20, 19.5, 4 مرات 20, 19.5 مرتين. Body 18.5, 2 times 18, 3 times 18.5, 2 times 18 and 19. الجسم 18.5, 18 مرتين, 18.5 3 مرات, 18 مرتين 19. Legs 16,
Two times 15, 16, 16.5. Two times 15.5 and two times 16. القوام 16 15 15 16 16 ونصف 15 ونصف مرتين 16 مرتين. And for movement 2 times 19.5 20 19.5 20 2 times 19.5 and 2 times 20. الحركة 19 ونصف مرتين 20 19 ونصف 20 19 ونصف مرتين 20 20. Total marks for horse number 148 Excalibur EA سمعنا. Owned by Al Wajba Stud from Qatar is 93.29. Oh wow. إذا مجموع النقاط لإكسكاليبر إي أي 93.29 فانتاستيكو توب. Here we have number 152. الفحل التالي في الميدان بالعرض الفردي. ماء 52 وكل التوفيق. الله يكون بعون الجميع. شوط لا من قالوا له شوط حمي الوطيس. ناخذ نفس بس لازم. And now with marks for horse number 150. Type 90.5 20 20 3 times 90.5 20 90.5 and 19. الهوية العربية للفحل رقم 150 19 ونصف 20 20 19 ونصف ثلاث مرات 20 19 ونصف 19. Head and neck 20 20 90.5 20 90.5 and 2 times 20 90.5 and 19. الرأس والعنق 20 20 19 ونصف 20 19 ونصف 20 20 19 ونصف 19. Body 17.5 17.5 2 times 18 17.5 18 17.5 18 17. الجسم 17 ونص مرتين 18 مرتين 17 ونص 18 17 ونص 18 17. Legs 3 times 50.5 15 15.5 15.5 15 15.5 and 15. القوائم 15 ونص ثلاث مرات 15 15 ونص مرتين 15 15 ونص 15. And for movement 90.5 90.5 20 19 20 90.5 another 20 and another one 20 19. الحركة 19 ونص مرتين 20 19 20 19 ونص 20 20 19 نسمع. Total marks for horse number 150, AJA Justifier, owned by Mr. Muhammad Mijbel Lanizi from Kuwait, is 92.14, the second temporary place. مجموع النقاط للفحل رقم 150 AJ Justifier للأستاذ محمد العنزي دولة الكويت المركز الثاني المؤقت 92.14. Ready for the next one. الفحل التالي الرقم 154 كل التوفيق. 154 in the arena now.
next one is 152 and the scores for type 90.5 20 20 three times 90.5 20 90.5 19 الهوية العربية للفحل رقم 52 19.5 20 20 19.5 ثلاث مرات 20 19.5 19 Head and neck 19 90.5 two times 19 90.5 19 20 90.5 19 الرأس والعنق 19 19.5 19 مرتين 19.5 19 20 19.5 19 Legs Sorry, body 18 18.5 18 18.5 3 times 18 18.5 18.5 الجسم 18 18.5 18 18.5 18 ثلاث مرات 18.5 مرتين legs 4 times 15 50.5 15 16 15 and 15.5 القوائم 15 اربع مرات 15.5 15 16 15 15.5 and for movement 2 times 90.5 20 19 3 times 90.5 another 20 90.5 الحركه 19.5 مرتين 20 19 19.5 ثلاث مرات 20 19.5 total marks for horse number 152 Pomian and it's owned by Mr. Abdullah Muhammad Al-Mani' from Kingdom of Saudi Arabia is 91.79 مجموعة النقاط للفحل رقم 52 بوميان للأستاذ عبد الله المنيع المملكة العربية السعودية 91.79 المركز الرابع المؤقت. And with that beautiful stallion leaving the arena now, number 154, that indicates it's the last one. And we'd like to thank all our judges. نشكر أعضاء لجنة التحكيم ومسؤول الساحة والشكر أيضا للعارض والفحل رقم 154 And indeed we have the scores for post number 154 for type 4 times 90.5 19 90.5 90.5 19 19 نتيجة الفحل رقم 154 الهوية العربية 19.5 4 مرات 19 19.5 مرتين 19 مرتين Head and neck 2 times 19 18.5 5 times 19 18.5 الرأس والعنق 19 مرتين 18.5 19 5 مرات 18.5 Body 2 times 18.5 2 times 18 18.5 18 18.5 18.5 and 18 الجسم 18.5 مرتين 18 مرتين 18.5 18 18.5 مرتين 18 legs 2 times 50.5 15 4 times 50.5 16 16 القوائم 15.5 مرتين 15 15.5 4 مرات 16 مرتين and for movement 20 20 90.5 19 3 times 90.5 20 and 20 الحركة 20 20 19.5 19 19.5 ثلاث مرات 20 20 The total marks for horse number 154 لماح النايف owned by Al Adba Stud from the state of Qatar is 91.86 مجموعة النقاط للفحل رقم 54 لماح النايف لمربط العذبة دولة قطر 91.86 إذن ألف مبروك للمركز الرابع So ladies and gentlemen, we are a few seconds away from knowing
the prize for the best head. Who's going to get the prize for the best head? إذن اللحظات تفصلنا عن إعلان أجمل رأس. من يا ترى سوف يحظى بجائزة أجمل رأس؟ The prize for the best head goes to horse number 150, AJA Justifier. إذن ألف مبروك، أجمل رأس تذهب إلى AJA Justifier دولة الكويت. ألف مبروك. على أرض الميدان الفحل الفائز بأجمل رأس لشوط الستة بي AJA Justifier للمالك محمد مقبل العنزي من دولة الكويت. ألف مبروك. يرجى من ملاك الجواد الوسيم AJA Justifier الانضمام إليه على أرض الميدان لتتويج جائزة أجمل رأس لشوط الستة بي. سيداتي وسادتي، يتوج الجواد AJA Justifier وللمالك محمد مقبل العنزي لدولة الكويت السيد ثاني علي المالكي رئيس خدمات الشركات لشركة أريدو. Ladies and gentlemen, the results for the winners of Class 6B. In the first place, number 148, Excalibur EA. المركز الأول وبطل فئة الأفحل رقم 148, Excalibur EA. ألف مبروك. Second place, 150, AJA Justifier. المركز الثاني إلى الفحل رقم 150 AJA Justifier. Third place 145 EKS Mansour. ألف مبروك. المركز الثالث الفحل رقم 145 EKS Mansour. Fourth place number 154 لماح النايف. ألف مبروك. المركز الرابع الفحل رقم 154 لماح النايف. Fifth place number 152 بوميان. ألف مبروك. المركز الخامس الفحل رقم 152 بوميان. And the sixth place number 146 دي ظافر. ألف مبروك. المركز السادس الفحل رقم 146 دي ظافر. على أرض الميدان الأفحل الستة الفائزين من شوط الستة بي، نرحب بملاك هذه الجيادة الوسيمة للانضمام إليهم على أرض الميدان ولمراسم التتويج. كان شوط ستة بي برعاية أريدو، ويتوج الفائزين السيد ثاني علي المالكي رئيس خدمات الشركات لشركة أريدو. ألف مبروك. المركز الأول لإكسكالبر إي أي وللمالك مربط الوجبة لدولة قطر. في
في المركز الثاني AJA Justifier للمالك محمد مقبل النزي ولدولة الكويت، ألف مبروك. إذن في المركز الثاني AJA Justifier، ألف مبروك. الفحل الحائز على المركز الثالث الفحل اكس منصور وللمالك سعادة الشيخة إيمان محمد الثاني لدولة قطر، ألف مبروك. الفحل الحائز على المركز الرابع لماح النايف ولمربط العذبة لدولة قطر، ألف مبروك. في المركز الخامس الفحل بوميان وللمالك عبد الله محمد سليمان المونيا للمملكة العربية السعودية، ألف مبروك. الفحل الحائز على المركز السادس دي ظافر وللمالك مربط السالم لدولة قطر، ألف مبروك. كان شوط ستة بي برعاية أريدو، ونشكر السيد ثاني علي المالكي رئيس خدمات الشركات. سيداتي وسادتي، ختمنا ثاني أيام بطولة الخيل العربية العالمية. انضموا إلينا غدا إن شاء الله للبطولات، منافسات على الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية. And that concludes our second day of classes for the first edition of the World Arabian Horse Championship taking place right here in Old Port, Doha, Qatar. Join us tomorrow at 3 o'clock for our championships. The top horses from each class competing for the gold, silver, and bronze medals. We also have our platinum championships. Wishing you a good evening and see you tomorrow. Ladies and gentlemen, this was the second day of the World Arabian Horse Show Championship 2023, Old Port in Doha. We hope you've enjoyed the second day and see you tomorrow for the championships. نصل إلى ختام ثاني أيام بطولة العالم لجمال الخيل العربية 2023. نلتقيكم في الختام يوم غد وتتويج أبطالا وبطلات عالم على أرض خليجية قطرية. نراكم بحول الله يوم غد، كل التوفيق.